وهيئة الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار نهارا على باقي الأنحاء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا أن في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتقول أن معتقد يعني من بكرة وبعده هيكون في أمطار شديدة وما إلى ذلك، فعايزين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس. لا، خلينا نطمن الأول كل السادة المواطنين، احنا الحمد لله بدأنا انخفاض افقيا درجات الحرارة من أمس، ده نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي معتدلة بشكل كبير افقيا درجات حرارتها، بالإضافة كمان لوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة بتحجب جزء من أشعة الشمس، فده كمان بيساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، وده تحديدا كمان خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية. قيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، لأن احنا الأيام الماضية كانت أعلى طبعا من المعدلات. طقس فترة النهار مع وجود أشعة الشمس طبعا بيكون طقس ما بين المائل للحرارة الحار في معظم محافظات الجمهورية، يمكن بدأت كمان المحافظات الداخلية اللي هي محافظات شمال الصعيد وهيشمل كمان بعض المناطق من جنوب الصعيد الانخفاض في قيم درجات الحرارة، ومتوقع استمراره كمان معانا لحد نهاية الأسبوع بداية الأسبوع اللي جاي. في فترة الليل كمان مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحرارة الصغرى، بدأنا نسجل قيم درجات حرارة 22-21 درجة مئوية صغرى متوقعة في القاهرة الكبرى خلال فترات الليل. صحيح. ويمكن كمان المدن الجديدة والأماكن المفتوحة أو المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير بتبقى قيم درجات الحرارة فيها كمان أقل، فأجواء فترة الليل هي أجواء معتدلة بشكل كبير، فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر بتكون أجواء مائلة ليل. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار هي طبعا موجودة معنا، لكن هي أمطار خفيفة هتبقى موجودة فقط على أماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تحديدا في سواحلنا الشمالية الغربية سلوم مطروح العالمين الأسكندرية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري. زي ما قلت لحضرتك هي أمطار خفيفة تكون على فترات متقطعة من اليوم، غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، ومتوقع أيضا استمرارها معانا لحد نهاية الأسبوع. يعني احنا يوم الخميس والجمعة نكمل معانا الأمطار، وحتى إن كانت أمطار يعني ممكن خفيفة ممكن تبقى متوسطة في أماكن، لكن هي أيضا مش مؤثرة تماما وحسسنا فقط بالأجواء الخريفية اللي احنا بنعيشها على مدار الأيام دي إن شاء الله. بالإضافة كمان الشبورة المائية، يمكن كانت الأيام الماضية الشبورة المائية كثافتها كانت واضحة، بدأت تقل كثافة الشبورة المائية، هي موجودة معانا طبعاً. الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن مش مؤثرة تماماً على حركة المرور، وبتختفي فور سطوع أشعة الشمس تقريباً 8 صباحاً، الشبورة المائية بتختفي تماماً، الرؤية الأفقية على الطريق بتتحسن بشكل كبير. احنا بس بنعيش اجواء خريفيه، يمكن زي ما قلنا قيم درجات الحراره بس بدات ترجع للمعدلات الطبيعيه اذا كان فتره النهار او فترات الليل، مع فرص الامطار زي ما قلنا هي امطار مش مؤثره تماما ومكمله معانا لنهايات الاسبوع، والانخفاض ده مكمل معانا لبدايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. العظمى على القاهره الكبرى كمان متوقع ان هي تقل وتكون 29 درجه مئويه فتره النهار. طب بالنسبه لحركه الملاحه البحريه، احنا طبعا عندنا اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، وده بدوره بيؤدي ايضا لاعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر في البحرين، فبالتالي هم مؤهلين تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه وعمليه التنزه. احنا حاسين كمان ان مفيش سرعات رياح عاليه بشكل كبير. صحيح. فده بيخلي الاجواء ما فيهاش اي يعني اضطرابات او فيها اي تاثير على اي اعمال انشطه يوميه. اللي احنا لازم نقوله ونخلي بالنا منه الفتره دي ان احنا نخلي بالنا من فروق قيم درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل. طبعا لان خلينا كلنا متعرضين لادوار البرد، يعني دي فعلا مخلينا كل الاطفال حتى في الوقت ده وكل كبار السن عندهم ادوار برد. بالفعل، لان فروق قيم درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل هتبقى واضحه، لان احنا دايما مع وجود اشعه الشمس حاسين بالدفء حتى لو في انخفاض في الحراره، لكن فتره الليل وخاصه الاوقات اللي الطلبه بيروحوا فيها المدارس هي فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر في بروده، فلازم الملابس الخريفيه في الوقت دي
بلاش الملابس الصيفيه بشكل كامل، لو احنا بنخرج في الاوقات دي يكون معانا جاكيت خفيف على الاقل لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحراره نرتديه. وطبعا نستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان في الخريف وارد جدا يحصل تغير في التنبؤات الجويه في اي وقت. اكيد، عشان كده احنا بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 30 الصغرى 21، العاصمه الاداريه 30 20، اسكندريه 28 20، العلمين الجديده 27 20، مطروح 26 20، دمياط 28 22، بورسعيد 28 23، اسماعيليه 31 20، السويس 31 21، العريش 28 20، كاترين 27 16، طابا 30 23، حلايب 30 25، شلاتين 33 24، شرم الشيخ 33 25، الغردقه 33 24، الفيوم 30 20، بني سويف 31 20، الوادي الجديد 35 20، أسيوط 32 20، سوهاج 34 22، قنا 37 24، الأقصر 37 22، وأخيرا أسوان 38 23. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، يعني في انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، نخلي بالنا بس من أولادنا اللي نازلين الصبح بدري لازم يكون معاهم جاكيت خفيف علشان بيكون الجو برضو فيه فرق كبير في درجات الحرارة، فعشان ما يتعرضوش لنزلات البرد لأن الجو فعلا بيكون برد عليهم. خلونا نرجع مرة تانية لشاذلي ومنها علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك دي. شكرا لكم.